إن الأئمة عليهم السلام آمنوا فقالوا، ولكن القول وحده ليس التعبير الكامل عن واقع الفرد، فلذلك لا يؤثر التأثير الكامل، فعملوا، ولكن العمل أيضا ليس التعبير الكامل عن واقع الفرد، فهو لذلك قليل التأثير أيضا، فآثروا، ولكن هناك يوجد تعبير أكمل، وإن نطاق الإيثار ضيق لا يسع كل الناس، فضحوا، إذ لا يوجد تعبير أكمل من التضحية، ولا أوسع منها، فكانت واقعة الطف تتمثل في أروع التضحيات التي قدمها سيد شباب أهل الجنة. جروحك يا قمر للروح يدمن، أنا السيف اللي بيه نحور يدمن، بعد يمنة علي توجيت يدمن، يمينك يا فخر حامل حمية. وفي شجاعة العباس اللي حورب للقمر، يا مات يا جف، وعجيب عليه ذاك الماي يا جف، يا عين انطفت وانقطع يا جف، ويا راية الهوت بالغاضرية، يمن سيفش كثر فرسان جفه، عباس يمن سيفش كثر فرسان جفه، وفيت وزودك الموصوف جفه، أنا زينب يمن مقطوع جفه، أصد لجروحك ولا لام بي. زينب تصف مروءة العباس، تقول لنبض قلبه نفس ريا، عشت وياك ظل بظل عمر، أنا عمر مد السنين وياك، تحل أيامي وين تحل، جنت حتى الدمع عيني تدلل بيه ندلل، وصد هسه ربيع الروح بقى بقيض الوقت ممحل، ترجيت الوقت وياي يا خويا ينصف ويعدل، يا عباس اشتري دنسة وتدري بالبعد يقتل، من زغرك كنت وفاي عباس، من زغرك كنت وفاي، رفاقة اسمك ويا الجود، تذكر لو يصيح حسين، انت تذكر لو يصيح حسين، رايد ماي تفز مشدود، هبت ريح كنت تقوم تجيب الماي يا ابو الزود، تسقي حسين مو بس ماي، شعورك كان كله يجود، واشوفك يا غيور اليوم جثه وعنها الممدود، بيدي شلون الم جسمك اشي ضمد طبرة العامود، صفات البيك صفات الانجب الطيبين، يلذاتك حسينية من التكوين، الله انطاك عين وما مثلها عين، وهامة تشمخ بحنيتها لجل حسين، ومو شفين يا عباس مو كفين، هالبيديك مو كفين، كونين حملت يا وليدي بالزندين، يا عباس لوح الشهر المحرم، يا عباس لوح العاشر محرم، دون خدور هالبيت النبي تقدم، فوق الموت دوس بشيمة الضيغم، ذو الفقار بيمينك فلا تهتم، ارخص عينك لا سكنة تتألم، انط جفوف حتى الهام يمشيم.
برير بن خضير الهمداني سيد القراء وشيخهم في جامع الكوفة، وهو من أمره الإمام الحسين عليه السلام بتكليم معسكر بن سعد وإلقاء الحجج عليهم ووعظهم. برز له يزيد بن معقل من معسكر بن سعد وقال: كيف ترى صنع الله فيك؟ فرد عليه بقوة إيمان: صنع الله بي خيرا وبك شرا. فبرز إليه آخرين وطعنوه في ظهره وقطعوا رأسه. أرحب فيكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج الحسين حياة، وتواصلنا معكم في هذا البرنامج على مدار حلقات كثيرة وتطرقنا إلى كثير من المواضيع، وتشرفنا حقيقة بلقاء رجال ما شاء الله تبارك الرحمن وعلماء ومشايخ وسادة أفاضل لهم من العلم الكثير اللي كان له الفائدة لنا على المستوى الشخصي وكذلك إن شاء الله يكون على السادة المشاهدين، وتطرقنا إلى كثير من المواضيع. هذه المواضيع مواضيع اجتماعية، مواضيع مرتبطة بحقيقة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتاريخ الإمام الحسين، وكذلك تطرقنا إلى مفاهيم حتى هذه المفاهيم اجتماعية تربوية وكيف تؤثر على النفس وكيف تؤثر على الإيمان وعلى الإسلام الحقيقي وهو الإسلام المحمدي الوجود والحسيني البقاء بإذن الله. كذلك اليوم نتحدث عن مفهوم مهم جدا وهو مفهوم الحقوق، وإن أردنا أن نعرف الحق ما هو الحق، وأيضا هذا الحق اللي يمكن له كثير من المحاور المرتبطة فيه اليوم نتحدث عنها، وإن صح التعبير نقول الحق الحسيني أو الحقوق الحسينية، من خلال هذه الحلقة مع سماحة الشيخ أحمد الأمير. حياك الله معنا شيخنا. الله يحفظكم سيدي. ونجدد لكم العزاء بمصاب أبي عبد الله الحسين. لكم العزاء شيخنا. يعني المطالبة بالحقوق تختلف، وصاحب الحق إذا كان لديه حق فهو يعني من المفترض أن يطالب بحقه حتى لا يكون ساكت عن حقه، وساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن في البداية يعني حتى تكون الصورة واضحة لنا وللسادة المشاهدين، ما هو الحق إذا أردت أن نتحدث عنه ويكون بشروطه بمفهومه البسيط، ما هو الحق؟ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. أرحب فيك أخوي العزيز أحمد. الله يسلمك. وأشكركم على هذا البرنامج وهذا الموضوع القيم والمهم جدا، اللي واقعا يهم مو فقط شريحة كبيرة بل يهم كل إنسان لديه رغبة لمعرفة حقوقه ومعرفة واجباته. نعم. في الواقع إذا أردنا أن نتكلم عن الحق، طبعا أكو نظرة إن صح التعبير نظرة وضعية للحق، وهنالك نظرة شرعية للحق. نعم. إذا أردنا أن نتكلم عن الحق كنظرة وضعية، مثل ما يقولون هو هناك مجموعة من الأمور التي يعرف من خلالها الحق. الحق هو الواجب الثابت والمؤكد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحق هو عبارة عن مصلحة تخول صاحب هذه المصلحة القيام بمجموعة من الأعمال حتى تتحقق هذه المصلحة. تمام. الحق مثل ما يقولون ثبوت قيمة معينة لشخص معين. تمام. مثل ما يقول هذا أمر آخر. الحق هو ما منحه المشرع لهذا الإنسان. نعم. يستفيد من خلاله. نعم. الحق هو عبارة عن وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، قد تكون هذه المصلحة مصلحة فردية لهذا الإنسان، وقد تكون هذه المصلحة مصلحة مشتركة. الحق أيضا يخول الإنسان القيام ببعض الأمور التي لا يمكن لغيره أن يقوم بها. إذن هذه مجموعة من الأمور اللي عادة قد تذكر للحق وفقا للمنظور الوضعي، أو الحق وفقا للمشرع الوضعي. أما إذا أتينا إلى الحق وفقا للمنظور الشرعي،
شوف بأن الحق هو ما منحه الشارع الأقدس، نعم، وهو متمثل في الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر من خلال التعاليم المباشرة مثلا في الآيات القرآنية، أو ما يمنحه من خلال الأنبياء، من خلال الأولياء والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، بحيث أن هذا الإنسان إن صح التعبير هو له مجموعة من المصالح والمفاسد. بالإضافة إلى ذلك، هذا الإنسان مثل ما يقولون لديه مجموعة من الرغبات، هذه الرغبات حتى لا يتجاوز الإنسان من خلال هذه الرغبات على الآخرين، يوضع لهذا الإنسان مجموعة من الحدود التي يجب عليه أن لا يتعداها، كما أن هذا الإنسان توضع له مجموعة من الحقوق التي يجب أن يستوفيها ويحصل عليها. إذن مرة أخرى، الفرق بين الحق بالمنظور الشرعي والحق بالمنظور الوضعي أن المشرع الوضعي ينظر أيضا إلى المصلحة والمفسدة، وبالتالي يجعل مجموعة من الحقوق، نعم، لكن بما أن هذا المشرع الوضعي نظرته تبقى نظرة قاصرة في مقابل النظرة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الإنسان، لأنه هو خالق هذا الإنسان، فبالتالي مثل ما يقولون الخالق هو أعلم بالمخلوق وأعلم بالمصالح وأعلم بالمفاسد، ولأجل هذا الأمر يضع مجموعة من الحقوق التي يستوفيها مثل هذا الإنسان. هذا بشكل مختصر الفرق بين الحق بالنظرة الوضعية أو الحق بالنظرة الشرعية. نعم سماحة الشيخ، يعني أيضا أود أن أتطرق إلى الحقوق البسيطة، ما هي أبسط الحقوق التي يحتاجها الإنسان حتى يستطيع العيش على الحياة، يعني أحسنت، بحياة كريمة على الأقل. أحسنت. هنا مثل ما يقولون، طبعا هنا نشير إشارة إجمالية ثم بعد ذلك يمكن نتكلم شيء أكثر من التفصيل. الإنسان لما نتكلم عن الإنسان بالحياة المادية، أول حق يحتاج إليه الإنسان هو حق العيش بحياة كريمة. ما في إنسان منا أو أي إنسان على وجه هذه الأرض يتمنى أن يعيش حياة غير كريمة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان خلق هذا الإنسان حتى يعيش حياة كريمة كل أفراد البشر. إذن هذا أبسط حق من حقوق الإنسان، أن يعيش حياة كريمة. بعد ذلك أيضا من حق الإنسان أن يرتقي بهذه النفس. نعم. الله سبحانه وتعالى أيضا عندما خلق هذه النفس خلق هذه النفس وجعلها نفس مؤهلة وقابلة للارتقاء وقابلة، نعم، للتكامل. فبالتالي من حق الإنسان أن يرتقي بهذه النفس. شلون يرتقي بهذه النفس؟ يمكن يتكلم عن ذلك لاحقا، أن طبعا هذه الحياة هي مو مقتصرة بنفس هذا الإنسان، هي مو مقتصرة في هذه الحياة الفردية، حياة الإنسان مع أهله، مع مجتمعه، مع بيئته، مع أصدقائه، مع مسؤوليه، مع قادته، مع رؤسائه، كل هؤلاء تشكل البيئة اللي قاعد يعيش فيها هذا الإنسان. وبالتالي من حق الإنسان أن تتوفر له الظروف المناسبة التي ترتقي بهذه النفس حتى تصل لما جعلها الله سبحانه وتعالى مؤهلة له. يمكن بعد ذلك إن شاء الله نتكلم بشيء أكثر وفقا للمنظور الإلهي، وفقا لنظرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نتكلم أيضا عن الحقوق التي الله سبحانه وتعالى جعلها لهذا الإنسان. نعم، يعني أود أن أتطرق إلى نقطة مهمة جدا، وهي يعني الحقوق المدنية والإنسانية والسياسية من خلال اللجان الموضوعة عندنا، يعني لجنة حقوق الإنسان على سبيل المثال. نعم. نصت للإنسان مجموعة من الحقوق المدنية ومجموعة من الحقوق السياسية، مجموعة من الحقوق بشكل عام، حتى يكون هناك حياة بسيطة قادر الإنسان على أن يتمكن من العيش فيها. هل ممكن أن نتطرق لها بشكل عام؟ يعني أحسنت. طبعا واضح بأن مثل هذه اللجنة أو عفوا ما يعبر عنه بالإعلان، أحسنت، هذه المنظمة أو ما يعبر عنه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعم، اللي فعلا عندما نشر أو أسس لأجل غاية، لأن كما هو واضح بأن الإنسان في التاريخ مر في مثل ما يقولون منحنيات كانت منحنيات صعبة جدا،
هذه المنحنيات أدت إلى اضطهاد الإنسان، أدت إلى سلب حقوق الإنسان. قضية الحروب وويلات الحروب، هذه الحروب أدت إلى أن مثلا بعض الحقوق البسيطة للإنسان تسلب، حق الأمان، حق الحصول على الحياة الرغدة، الحياة الكريمة. بعض الأمور أيضا مو فقط في وقت الحروب، وإنما من خلال استغلال البعض ما لديه من نفوذ، ما لديه من وجاه، ما لديه من قدرة، أيضا أدى إلى أن تسلب بعض الحقوق البسيطة للإنسان. لأجل ذلك تم تأسيس مثل هذه المنظمات، وحاولوا أن يعلنوا مجموعة من الحقوق التي لا بد من توفرها حتى يعيش الإنسان حياة كريمة. ولذلك انتشر ما يعبر عنه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي مثل ما يقولون هو مركب من مقدمة وثلاثين مادة. أحد المختصين في هذه الأول هذا الحق إن صح التعبير في مجال الحق الإنساني، حقوق الإنسان، لخص الحقوق في أربعة أقسام للحقوق. القسم الأول فئة الحقوق الشخصية، نعم، اللي تتضمن حياة الإنسان وحرية الإنسان وكرامة الإنسان ومساواة الإنسان، يعني قضية المساواة بين الإنسان وغيره من البشر، وتحريم الرق والتعذيب والاضطهاد. نعم. هذه نصت عليها مجموعة من المواد مرقمة بترقيم معين. نعم. القسم الآخر، الفئة الأخرى للحقوق، هي الحقوق الاجتماعية. تمام. التي تشتمل على الحقوق العائدة للأفراد. نعم. في علاقتهم مع الدولة. تمام. في مجموعة أيضا من الحقوق اللي ترتبط أيضا بالدولة، كحق الجنسية، حق الزواج، حق، نعم، الملكية، حق اللجوء، إلى آخر هذه من الحقوق المرتبطة بين الإنسان وبين الدولة، أيضا نصت عليها مجموعة من المواد اللي موجودة في هذا القانون. الفئة الثالثة هي فئة الحريات العامة، نعم، والسياسية أيضا، المتمثلة بحرية المعتقد والتعبير والاجتماع والانتخاب، وأيضا تكوين الجمعيات، تقليد الوظائف، شلون يتوظف الإنسان وظائف وغير هذه، والاشتراك في إدارة هذه. إذن الأمور المرتبطة بحياة الإنسان الاجتماعية، نعم، والسياسية. تمام. الفئة الرابعة والأخيرة اللي نصت عليها هذه المواد هي فئة الحقوق الاقتصادية والثقافية، كحق الضمان الاجتماعي والحق في العمل والحماية من البطالة. إذن الأمور أيضا المرتبطة بحياة الإنسان أيضا والعمل. تمام. إذن هذه هي تقريبا إن صح التعبير أبرز فئات الحقوق التي وردت في مثل هذا الإعلان، اللي تسعى مثل ما قلنا كمشرع وضعي، تسعى إلى ضمان الحياة الكريمة للإنسان. لأن مثل ما قلنا مرت ظروف عبر التاريخ، مثلا في العصور الوسطى راح نشوف بأن مثلا الكنائس سيطرت، أيضا كان لها مجموعة من السيطرة في فترة من الفترات، كان الإقطاعيين والرأسماليين أيضا كانوا مسيطرين على الأشخاص، على الأفراد، من خلال الاستعباد، من خلال الرق، وهكذا سائر الأمور التي أدت إلى سلب حقوق البشر. فمثل هذا الإعلان يسعى لأن يكرس وأن يجعل العبد، أو يجعل عفوا الإنسان، لديه حقوق مكفولة ويحصل على مثل هذه الحقوق، اللي هذه الظروف الاستثنائية من حروب، من ويلات الحروب، من سيطرة فئة معينة على مقدرات البلد، اللي تخلي مثل هذا الإنسان بعيدا عن حقوقه البسيطة. نعم. يعني شيخنا، بالعودة إلى الأقاويل المأثورة عن الحقوق وأبسط الحقوق، يعني الكرامة الإنسانية، نيلسون مانديلا يذكر أنه ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بإهانة. هل ممكن أن نتحدث هذه عن هذه المقولة؟ أحسنت. طبعا يعني كمقدمة أيضا، نيلسون مانديلا اللي يعتبر من أحد الثائرين للحصول على الحقوق، وأن واضح بأن كان هناك إن صح التعبير نوع من أنواع التمييز. هذا التمييز كان بسبب لون البشرة. نعم. وهذا الأمر واضح بأن الإسلام بريء تمام البراءة من مثل هذه السلوكيات اللي كانت موجودة فيما يدعى الآن في العالم الغربي، اللي مثل ما يقال بأن هنالك تقدم وتطور وحقوق الإنسان. إذا نرجع إلى هذا التاريخ سنجد أن هنالك سلبا لحقوق
البشر، بل أبسط الحقوق وهي التمييز العنصري. أحسنت، العنصري، وسلب حق الإنسان بسبب لون بشرته أو لون مثلا الآن البشرة أو قضية الانتماء النسبي أو غير هذه من الأمور اللي نفاها الإسلام. الإسلام عندما يأتي مثل ما تفضلت في قضية أن الإنسان الحر الذي ينظر أمامه إلى إنسان يهان ولا ينصر هذا الإنسان، في الواقع هو ليس إنسان حر. نعم. الإسلام أيضا ينظر بمنظور مقارب لهذه النظرة إن صح التعبير، أو قد تكون هذه النظرة نظرة أكثر شمولية. مثلا الإسلام يبين بأن الإنسان المؤمن لابد أن ينصر أخاه المؤمن. إذا نظر إلى إنسان، إلى أخ مؤمن، وهذا الإنسان تم انتهاك حق من حقوقه وكان قادرا على إعانته فلا بد له من إعانته. زين، إذا لم يعنه، لم يساعد هذا الإنسان أخاه المؤمن الذي أهين أمامه أو مثلا انتهك حق من حقوقه. نعم. الروايات أيضا عجيبة في هذا الصدد لتبين بأن الإنسان الذي يخذل أخاه المؤمن الله سبحانه وتعالى قد يبعثه يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد للإنسان من أن ينصر أخاه المؤمن، طبعا مع مراعاة قدرته، قد يكون الإنسان مو قادر على أن ينصر، حينئذ لا يتمكن الإنسان وبالتالي لا ينصر، لكن الإنسان بحسب قدراته، قد تكون القدرة المادية، قد تكون القدرة المعنوية، الدعاء، غير هذه من الوسائل المختلفة اللي من خلالها لا بد له من أن ينصر أخاه المؤمن. وأكثر من ذلك في بعض الروايات اللي تبين بأن الإنسان لابد أن لا يعين على أخاه المؤمن ولو بشطر كلمة. أحيانا الإنسان قد يكون من خلال غفلة، من خلال عدم التفات، مثل هذا الإنسان يعين على أخاه المؤمن وبالتالي يساهم في أن تنتهك حقوق هذا الإنسان، وبالتالي من أعان على مؤمن ولو بشطر كلمة الله سبحانه وتعالى أيضا يبعثه يوم القيامة آيس من رحمة الله. إذن لابد أن يلتفت الإنسان بأن أنا كل ما كان لدي قدرة على مساعدة أخي المؤمن والمحافظة على حقوقه لابد أن أسعى للمحافظة على حقوقه ونصره ودعمه بكل الوسائل المتاحة. يعني من أفضل الحقوق نصرة المظلوم شيخنا. أحسنت، صحيح. كذلك نستمر معاكم مع السادة المشاهدين، ولكن نذهب إلى استكمال فقراتنا ومن ثم نعود لنتواصل وإياكم من جديد. حينما أنظر إلى السماء لا أجدك إلا أنت يا رب، وحينما أنتقل في الأرض فكل مكان فيه أنت يا رب، وحين أتمتع برزق وفير من مال وعيال وصحة وعلم وزوجة صالحة فهو من عندك يا رب، وحينما أبتسم وأضحك فحمدا لك يا رب، وحينما تبتليني فلأنك تحبني ولا أجد لسانا أشكرك به يا رب. أنا أحبك حتى لو قطعتني، أنا أحبك للقائك اصطفيتني، أنا أحبك بالبلاء في سبيلك فضلتني، فإذا عصيتك فأي شيء يعذرني؟ حبيبي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال كيما أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هناك صنف من الناس
يجلس يتحدث لك عن الواقعة، وهذا حرام إضاعة الوقت في هذا الموضوع. جميلا أن تتطرق إلى الواقعة بعجالة لأنها حفظت عن ظهر غيب. نريد نحن تحليلات تنطبق على واقع حياتنا وممارساتنا. هل فهمنا رسالة الحسين بعد 14 قرنا؟ هل وجدنا تلك التضحية التي دفع بها نفسه وأنفس أهل بيته وخلص أصحابه؟ هل أفادت هذه الأجيال التي تعاقبت وكيف كانت ممارساتها؟ هل فهمت الرسالة؟ هل تعمل بعبرها؟ ماذا أريد هذا التحليل؟ لا نتحدث عن الواقع، الواقع صارت معروفة ومألوفة كتاريخ يعني، لكن هناك يجب أن يكون هناك تحليل واعي وممارسة جيدة، ويجب أن يؤتى بالشباب ليسألوا ماذا فهموا من الموضوع، لأن هذه نقطة مهمة. هناك في فجوة يعني أو حلقة مفقودة بين الجيل السابق يعني منذ جيلين حتى الآن. الشباب الحالي لن يتعمق بمغازي الحركة الحسينية أو يفهمها من النواحي الطقسية والرموز والشعارات التي تتلى كل سنة، وهذا غير كاف. يجب التعمق في جوهر الحركة وتفسيرها وتقريبها إلى أفهام الناس. الناس هم العامة غير المثقفين وأنصاف المثقفين، حتى المثقفين أنفسهم إذا كان هناك منحا جديدا في النظر إليها، ومن لا يقرأ ولا يكتب، وخاصة فئة جيل الشباب، لأن الحسين عليه السلام عول على هذه الفئة لأنه نظر ببصيرته الرسالية إلى المستقبل العقيدة. من ستصل إليه مستقبل العقيدة؟ هؤلاء الشباب الجدد الذين يخرجون، لا سيما الآن في عصر الفضائيات والإنترنت وكل وسائل الاتصال، ضعف كثيرا الاهتمام بالموضوع. وطال صبري بلهيب الجواب، لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وانا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى، تحن روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء، يا جد حاير أنا والرزايا، كلكم ضمايا ولا طفل ارتوى. من ألمي لك يثور الغضب، وبغيابي جمرات اللهب، في كربلاء نار بلاء لك ولي، عذاب وقفتك على جسد علي، يا أملي في عجلي كل كياني في الغليان، قلبي حتى اليوم يعاني. أن الحسين ضمير الأديان إلى أبد الدهور، هذا وصف له، لأنه هو الفرع الأخضر من الرسالة النبوية الثالثة الإسلام، والذي جاء كان خاتمة التنزيل. حركته كانت المهمة القدسية على جده المصطفى التنزيل، وعلى أبيه عليه السلام التأويل، وعليه خاتمة التنزيل، وشاركته بها أخته زينب عليه السلام. إذن مدام هو جاء ليقف أمام تحريف العقيدة وفي رسالة ثالثة للدين الكلي الواحد، لأنه لو لاحظنا أن في القرآن الكريم ليست هناك كلمة أديان أبدا، الدين الكلي الواحد. إذن هو مثل ضمير الأديان كلها، وما يجب أن يفعل الإنسان الرسالي أمام تحريف السنن والعقيدة ومبادئها.
هو قدم هذا النموذج العظيم. لذلك تجد أقوال المستشرقين قد أنصفوا حركته. غاندي قال عنها ماوتسي ثونغ المستشرقون والهاوزن وكلهم أعجبوا. فمن يقرأ سيرة الحسين ولا يعجب بها أظنه غير سوي إنسانيا، لا يكون سوي إنسانيا وليس عنده إيمان، لأن كل إنسان في أي تحت عقيدة انضوى سوف يعجب برسالة الحسين وتضحيته فائقة العزوبة. وطبعا الشريعة التي جاء فيها والسنن والأسس التي وضعها لو طبقناها نجدها تصلح للإنسان في كل زمان ومكان. رجعنا مشاهدينا من بعد هذه الفقرات ونعود مرة أخرى معكم ومع سماحة الشيخ أحمد الأمير. نرحب فيك مرة أخرى وبكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا لمتابعة الحلقة. وشيء بشيء يذكر نذكرهم بموضوع حلقة اليوم، وكنا نتحدث عن الحقوق وعن الواجبات، ويعني تحدثت شيخنا في البداية عن الحق الوضعي والحق الشرعي، ويعني شرحتم بشكل مبسط أيضا وسهل كما تعودنا على شرحك الدعم. ولكن يعني أود أن نتطرق لنقطة مهمة جدا لم نتطرق لها في المحور الأول، وهو الحقوق من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هل ممكن أن نتحدث عنها؟ أحسنت، سؤال واقعا في بالغ الأهمية. واقعا من الأمور اللي فعلا تجعلنا نفتخر بالانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهي نبراس نلجأ إليه في معرفة الحقوق، هو ما يعرف باسم رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. نعم. واقعا الإمام زين العابدين من بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نذر حياته لنشر هذه العلوم الإلهية وهذا الخط الإيماني الأصيل اللي بذل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام دمه الشريف للمحافظة عليه، بذل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وقته الشريف لبثه ونشره في أوساط المسلمين. إذا جينا حق رسالة الحقوق سنجد أن هذه الرسالة هي عبارة عن ميثاق. تكلمنا قبل شوي عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن قلنا هذه تبقى مجرد محاولة قاصرة من قبل المشرع الوضعي اللي يجتهد حتى يحافظ على حقوق الإنسان. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى اللي يلقي في روع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يحتاج إليه الإنسان وما يحتاج إليه الإنسان واقعا، بالتالي حينئذ تشوف بأن هذه الحقوق نستطيع أن نعبر عنها بالحقوق الكاملة لما يحتاج إليه الإنسان. أنا واقعا هنا فقط مجرد تلخيص لأبرز الحقوق التي ذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام. يبتدأ الإمام عليه الصلاة والسلام بحق الله سبحانه وتعالى أو حقوق الله سبحانه وتعالى. الإنسان مثل ما يقولون عنده مجموعة من العلاقات، من ضمن هذه العلاقات علاقة العبد مع ربه اللي عبرون عنها بالعبادات. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي يبين أقسام العبادات وحق كل قسم من أقسام هذه العبادات، وشلون يتمكن الإنسان من إعطاء كل عبادة من العبادات حقها. نعم. وكيف يعطي الله سبحانه وتعالى، شلون نعطي الله سبحانه وتعالى الحق اللي يستحقه باعتباره خالق للإنسان. أنت تماما لما تشوف إنسان مثلا عنده مثلا أبناء أو عنده مثلا مملوك أو عنده خادم، هذا الخادم يحس بأن هذا المالك له حق عليه. صحيح. فكيف بالمالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى اللي يملكنا ملكية حقيقية وهو خالقنا؟ فإذن الإمام يبين هذا القسم من الحقوق. القسم الآخر أيضا من الحقوق حقوق الأفعال. الإنسان باعتباره إنسانا واجتماعيا هذا الإنسان لديه مجموعة من الأفعال، هذه الأفعال اللي تصدر من الإنسان أيضا لابد للإنسان أن يلتفت إلى أن لها حقوقا. شنو هذه الحقوق؟ أن يؤدي كل فعل بتمامه بحدوده بشرائطه بالأمور المطلوبة فيه.
فالإمام يبين بأن هذه الأفعال اللي تصدر منك لابد أن تتصف بهذه المجموعة من الشروط والمواصفات المعينة حتى يعتبر هذا الفعل الصادر منك أديت له الحق الذي ينبغي أن تؤديه. أيضا هنالك حقوق الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو الأئمة بشكل عام. الإمام هو من يأم الناس، من يتقدم الناس. إذن أكو أيضا مثل ما يقولون حق، لأن الرئيس له مرؤوسين والمرؤوس لابد أن يؤدي حق الرئيس، وبالتالي لابد أيضا أن نعرف ما هي الأمور المطلوبة من الإنسان تجاه رئيسه، تجاه إمامه. نعم. في المقابل أيضا هناك حقوق للرعية، سواء من القائد، من الرئيس، من قائد الدولة، ملك الدولة، ما شئت فعبر تجاه رعيته، أو حتى إذا نزلنا إلى درجات أقل، نتكلم عن الوزير أو عن المدير أو عن الرئيس وهكذا. كل شخص يكون تحت هذا الإنسان مجموعة من المرؤوسين لابد أيضا أن يكون الرئيس يراعي حقوق هؤلاء المرؤوسين. تمام. ثم بعد ذلك يتكلم الإمام عن حقوق الرحم. الله. كذلك أيضا نعرف بأن الإنسان له مجموعة، له صلة رحم، لابد أن يعرف الإنسان ما هي حقوق هؤلاء الرحم، الحقوق المادية، الحقوق المعنوية، شلون لها طبعا معنا. حقوق يعني أحسن طبعا كل هؤلاء لابد أن نعرف ما هي حقوقهم، حقوقهم وقت الاتفاق، وحقوقهم وقت الاختلاف، حقوقهم وقت الشدة، وحقوقهم وقت الرخاء. القضية مو قضية فقط أن أنا أتعامل وياهم وقت اللي أكون أنا مثلا على وئام معهم، زين إذا كنت معهم على خلاف كيف أتعامل معهم؟ هل أقطع الرحم؟ هل أتعامل معهم مثلا الند للند أو المثل بالمثل أو كيف؟ هنا الإمام يبين ما هي حقوق الرحم. ثم يتكلم عن حقوق الآخرين اللي هم أعم من الرحم، الأصدقاء، البيئة، الأعداء أيضا، وهكذا الإمام يبدي يبين حقوق هؤلاء. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام إلى بيان حقوق الجوارح اللي هي الحواس اللي يمتلكها الإنسان، من جارحة اليد، جارحة الرجل، جارحة العين، جارحة الأذن، جارحة الفم. الله. كل هذه الأمور الإمام يبدي يبين كل جارحة من الجوارح إن لها حق من الحقوق لابد الإنسان أن يلتزم به، لأن يوم القيامة كما هو واضح تأتي هذه الجوارح وتشتكي على هذا الإنسان لأنه لم يعطي لهذه الجوارح الحق اللي تبينه. الأمر الأخير حقوق النفس اللي نستطيع أن نعبر عنه بحقوق الجوانح اللي هو نفس هذا الإنسان. نعم. ماذا يحتاج الإنسان؟ ما هي الحقوق التي يجب على الإنسان أن يوفرها لنفسه حتى فعلا واقعا يكون قد عاش الحياة الكريمة، الحياة وفقا للمنظور الإلهي، مو فقط يقتصر النظر على الحقوق المادية وإنما أيضا على الحقوق المعنوية للنفس اللي من خلالها يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لو نلاحظ أن هذه الحقوق وغيرها يمكن من الأمور اللي ما ذكرناها من حقوق أو رسالة الحقوق هي رسالة شاملة، هي عبارة عن منهج، لو سار الإنسان على هديه حينئذ هذا الإنسان سوف يصل إلى الله سبحانه وتعالى بأقصر الطرق اللي تمكنه من الوصول. نعم شيخنا، السؤال يعني اللي يطرح نفسه يعني ممكن هل استطيع ان اطالب بحقي؟ يعني مو انا، هل اي احد يقدر يطالب بحقه دون ان يتصف بصفه الشجاعه؟ لان هناك البعض يخاف ان يطالب بالحق، يعني يخاف ان يدخل في متاهات الحياه ومشاكلها، ويمكن ان يدخل في دهاليز الامور التي لا يرغب بدخولها. فهل المطالبه بالحق يعني بشكل عام تتطلب منا ان نكون على شجاعه؟ احسنت. واقعا من أهم الأمور اللي يحتاج إليها الإنسان في حياته بشكل عام هي الشجاعة. لابد أن يتصف الإنسان بالشجاعة، لأن كما هو واضح إذا لم يتصف الإنسان بالشجاعة حينئذ سوف تضيع الحقوق، لأن كما أيضا يستفاد الآن في المقولة المعروفة ما ضاع حق وراءه مطالب. صحيح. الإنسان عندما يطالب بالحق حينئذ لابد أن يسعى للحصول عليه، لأن إحنا مع بالغ الأسف قاعد نشوف أنها قاعد نعيش في هذا الزمن إن الإنسان الذي لا يطالب بحقه حينئذ لا يعطى له الحق. لنا أمثلة وشواهد كثيرة جدا سواء في الحياة اليومية العادية أو حتى لو ارتقينا نشوف حياة الأمم، أن الأمم في كثير من الأحيان لا تحصل على أبسط الحقوق اللي كفلها لها سواء الشرع أو الوضع إلا إذا طالبت به.
فبالتالي لابد للإنسان أن يتصف بالشجاعة وأن يبتعد عن الجبن وأن يبتعد عن الخوف وأن يبتعد عن الخشية، لأن الاتصاف بمثل هذه الأمور سوف تؤدي إلى تضييع حقه، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى قد يؤاخذ مثل هذا الإنسان أو قد يؤاخذ مثل هذه الأمة اللي ضيعت الحق ولم تتصف بالشجاعة المطلوبة للوصول نحو هذا الحق. إذن نحتاج إلى أن نطالب بالحق، أن لا نبتعد عن الحق. نعم صحيح، هناك مثلا بعض الروايات تبين بأن بعض الأمور، أن بعض الحقوق سوف تأتي للإنسان، لكن هذا مو معناته أن لا يطالب الإنسان. نعم. مثلا كحق الرزق، مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول رزقك يطلبك حثيثا مثلا، فلا تجهد نفسك في تعب وعناء الوصول إليه، لكن هذا مو معناته تقعد ولا تطالب بحق الرزق وطلب الحياة الكريمة. قطعا لابد أن تسعى نحو حياة كريمة حتى الله سبحانه وتعالى يرزقك، وبالتالي أيضا سائر أيضا الحقوق الأخرى اللي يجب على الإنسان أن يسعى للمطالبة بها. نعم، الحقوق الجماعية شيخنا يعني، والمطالبة بالحقوق الجماعية، كيف ممكن للمجتمع ككل أن يشارك بالمطالبة بالحقوق؟ يعني بعض المجتمعات تشعر بأنها مضطهدة صح التعبير، وأن حقوقها يعني غير كاملة وتأتي للمطالبة بالحقوق. هنا يأتي دور المجتمع للمطالبة بالحقوق، كيف يأتي هذا الدور؟ أحسنت. يمكن أيضا تتم للسؤال السابق، كل أمة لا كل فرد، طبعا الأمة تتشكل من مجموعة من الأفراد، وهذه الأمة ما لم يتحمل أفرادها المسؤولية الملقاة على عاتقهم، المسؤولية الإلهية نتكلم، نعم، والمسؤولية أيضا الشرعية والمسؤولية الوضعية، إذا لم يتحمل كل فرد من أفراد الأمة المسؤولية حينئذ قطعا الحق سوف يضيع. إذن الأمر الأول الذي لا بد للإنسان من القيام به هو أن يقوم بالوظيفة المطلوبة منه. حينئذ الأمة سوف تلقائيا تقوم بمطالبتها بالحق بشكل سليم. أما إذا كانت هذه الأمة أمة خانعة وأمة لا تتصف ب صح التعبير تحمل المسؤولية، حينئذ الحق مثل ما قلنا سوف يضيع. إذا مثل ما تكلمنا عن الفرد أيضا نتكلم عن الأمة، لأن نعم. الأمة عبارة عن مجموعة من الأفراد، فإذا لا بد من تحمل هذه المسؤولية. نعم. وإلا مثل ما قلنا سوف يضيع الحق. تمام. يعني بالربط ما بين الحقوق وما بين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وخروجه في وجه الأعداء، ما الحق المراد من هذا الخروج؟ هل كان الحق فقط حق للإمام الحسين أم كان حقا للأمة وللمجتمع وللتاريخ وللعالم الإسلامي بأجمع؟ أحسنت. طبعا واضح بأن كان خروج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو من باب المحافظة على الحق الإسلامي الأصيل، هنالك حق تجاه هذا الإسلام للإنسان. النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث وعندما استمر في فترة عمره الشريف والمبارك نشر هذا الإسلام، من حق هذا الإسلام أن يبقى وأن ينتشر في أوساط العالم. نعم. لأن الهدف من هذا الدين أن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. صحيح. فبالتالي وظيفة الإمام الحسين التي تصدى لها وقام بها هي من أجل الحفاظ على حق الإسلام العام. نعم. وأن يصل هذا الإسلام لجميع الأمة، ولذلك كما هو واضح بين بأن الحياة مع انطماس هذا الإسلام هي عبارة عن ضياع الإسلام. نعم. ولذلك عندما يأتي له الوليد ويطلب من الإمام عليه الصلاة والسلام أن يبايع يزيد، شنو يعبر الإمام عليه الصلاة والسلام؟ يقول وعلى الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة بوال مثل يزيد. إذن إذا تصدى يزيد على مقاليد الأمور حينئذ وعلى الإسلام السلام، إذن سوف ينطمس الإسلام. وأيضا كذلك يبين إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. إذن كان هم الإمام عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على حق الأمة وليس حقه الفردي، مثل ما البعض يدعي بأن الإمام أراد أن يكون هو خليفة للمسلمين. نعم. وأنه يرى نفسه أحق، الأمر ليس كذلك، الأمر كان لأجل الحفاظ على الإسلام وحق الأمة في بقاء هذا الإسلام شامخا وعاليا. نعم. أيضا الدولة لها دور شيخنا يعني في تلبية الحقوق للمواطنين،
ما هي أبسط الحقوق المفروض على الدولة أن توفرها لكل المواطنين واحتياجاتهم أيضا، نوع من أنواع الحقوق يعني؟ أحسنت. هذا السؤال واقعا نحتاج فعلا أن نأتي ونطبقه حتى في واقعنا المعاصر. نعم. يعني من أهم و الحقوق اللي فعلا تتصف بأهمية بالغة جدا وينبغي على أيضا الدولة أن تحققها للإنسان، طبعا مضافا بعد الحديث عن الحقوق اللي مثل ما يعبرون عنه بالهرم، هرم احتياجات الإنسان وحقوق الإنسان، اللي تبدأ مثلا بحاجة الأمن والأمان وحاجة الشعور بالكرامة والعزة وغير هذه من الأمور. من الأمور اللي فعلا نحتاج إليها وتحتاج الدولة لتطبيقها حتى يبقى ملكها، اللي هو إقامة العدل. نعم. لأن مثل ما يقولون أن العدل أساس الملك في هذه المقولة المشهورة، وأيضا اللي واردة وهي مقولة صحيحة جدا، سواء أيضا حتى على صعيد الروايات اللي تبين هذا الأمر أو حتى على صعيد الآيات اللي تبين بأن العدل هو أساس بقاء الإنسان أصلا. نعم. إذا نأتي إلى العدل، شنو العدل؟ العدل أن يوضع الشيء في محله، وخلاف العدل اللي هو الظلم أن لا يوضع الشيء في محله. هذه صورة من صور العدل وصورة من صور الظلم. من الأمور الأخرى أيضا اللي فعلا ينبغي على الدولة أن تقوم بها وحتى تحافظ على حق الإنسان، قضية عدم التمييز. نعم. وعدم التفريق، وهذه من الأمور المهمة جدا اللي ينبغي على الدولة أن تقوم بها، لأنه إذا تم ممارسة التمييز على أساس اللون أو على أساس العرق أو على أساس الانتماء أو صح. على أساس المذهب، حينئذ اللي رح ينتشر شنو؟ اللي رح ينتشر عدم الأمان. اللي رح ينتشر هو أن يأتي الطرف للطرف الآخر ويؤدي إلى التخوين. نعم. إلى الاتهام، إلى قضية صح التعبير تهميش الطرف الآخر. هذا واقعا أمر غير مطلوب وفعلا يؤدي إلى عواقب وخيمة. إذن يجب على الدولة إذا فعلا أرادت أن تحافظ على ملكها أن تسعى إلى عدم التمييز، وأن يعامل الناس سواسية، وكل شخص يأخذ الحق الذي يستحقه. ما نقول بأن شخص يأخذ حق مو ليس له أيضا إن صح التعبير، فبالتالي نجب أن نعطي كل ذي حق حقه وألا نمارس عملية التمييز، لأن العواقب اللي راح تترتب عليها أيضا عواقب وخيمة جدا. شيخنا متى يسقط الحق؟ يعني على سبيل المثال أنا إن كانت لي حقوق في عملي أو كانت هناك حقوق لي في الدولة أو كانت لي حقوق في المجتمع، حقوق عائلية، متى تسقط الحقوق بشكل عام يعني؟ أحسنت. هنا الآن مثل ما يقولون هناك أيضا قول مأثور أو قول يعني يقال منتشر وهو أيضا قول صحيح جدا. طبعا العالم الغربي يتكلم مثلا عن الحريات. نعم. الحريات وقضية أن إحنا كعالم غربي نتصف بالحرية ونتصف بإعطاء الحقوق ونتصف بكذا، لكن أيضا في مقولة واقعا إذا لم تطبق حينئذ سوف نعاني، وهذه لا تعبر عن حريات بل تعبر عن تخبط وتعبر عن تعدي. شنو هذه المقولة؟ أن حرية الفرد تنتهي عند إيذاء الآخرين. لما أنا أبدي بإيذاء الآخرين حينئذ الحق يسقط، ماكو شيء اسمه حق. نعم أنا لي حق مثلا أن أفعل ما أريد، لكن إذا كان هذا الشيء الذي أريد أن أفعله يؤدي إلى إيذاء الآخرين حينئذ قطعا سوف يسقط هذا الحق ويصبح هذا حق، يصبح هذا نوع من أنواع التعدي على الآخرين. نعم. ولذلك مثلا إذا نأتي إلى الغرب، من ضمن الأمور التي مثلا تنشر بأن الحقوق مثلا الجنسية مثلا. صحيح. نعم صحيح، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه وله مجموعة من الرغبات، لكن إذا أصبح هذا العامل يؤدي إلى أن أتعدى على الآخرين وأن يصبح هناك نوع من أنواع الأذى حينئذ يسقط هذا الحق. إذا كان هذا الحق يؤدي إلى الانحراف، وهذا الأمر الحاصل في الغرب وهذا الأمر الحاصل في الدول الغربية، أن بسبب هذه الحريات المزعومة مثل ما يقولون يؤدي إلى الانحراف، وهذا الانحراف يؤدي إلى إيذاء الآخرين، بالتالي لابد أن يسقط هذا الحق. أنا لا يمكن أن أتعدى على الآخرين، وبالتالي متى يسقط الحق؟ يسقط حق الإنسان إن صح التعبير عندما يتعدى على الآخرين، وإن صح التعبير هذه عبارة أيضا مجازية أصلا لا يصبح هذا حقا للإنسان.
ليس للإنسان حق أن يتعدى على الآخرين أو أن يؤذي الآخرين أو أن يستغل نفوذ هذا الإنسان حتى مثلا يتجاوز على الضعفاء وغيرهم من المعدومين. نعم شيخنا، أيضا عندنا مجموعة من الفقرات أيضا، وهذه الفقرات من برنامج الحسين حياة، والتي دائما نحرص على أن نطعم هذا البرنامج فيها. نشاهد هذه الفقرات ومن ثم نعود لاستكمال فقرتنا. كتاب بارقة من سماء كربلاء هو عبارة عن محاضرات لآية الله مصباح يزدي، تناول فيها الأرضية الفكرية والعقائدية لإحياء موسم عاشوراء، والهدف من نهضة كربلاء وارتباطها بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتناول المؤلف في كتابه واجبات المجتمع في تعليم الأحكام الشرعية ومواجهة مؤامرات أعداء الأمة، كما يتطرق إلى دور كربلاء في المحافظة على مبادئ وقيم الإسلام النبيلة، والهدف الأساسي الذي سعى إليه الإمام من إصلاح المفاسد ووسائل إفساد يزيد للمجتمع. يذكر أن للكاتب مؤلفات عديدة في الفلسفة الإسلامية والمقارنة والإلهيات والأخلاق والعقيدة الإسلامية، من أبرزها نقد موجز لأصول الماركسية، النظرية السياسية في الإسلام، الغزو الثقافي، وفلسفة الأخلاق. تفجير شهداء الإمام الصادق، بالعكس احنا يوم صار التفجير صرنا احنا لحمة واحدة، الكويت صارت لحمة واحدة، أثر فينا. يعني قلنا بالعكس احنا نلتم ونصير نلتف خلف صاحب السمو ونصير إيد واحدة ونقيم مجالس أبو عبد الله الحسين، وتعاوننا مع وزارة الداخلية، نتعاون مع الناس، بالعكس الحضور صار يعني أكثر بأمن وأمان والحمد لله رب العالمين. يوم صار التفجير لا حسينا بمسؤولية أكثر، يعني قبل كنا لا، بس من صار التفجير هذا قلنا لا، هني هذا وطنيتنا زادت، لحمتنا زادت بفضل الله وجهود الدولة ورجال الأمن. بالعكس لا شك أن هذا التفجير كان لنا درس ودافع أكبر من الدافع اللي كان عندنا قبل، إحنا نواظب الحضور على هالأماكن المقدسة اللي عندنا. لا شك أن هذا إحياء ذكر الإمام الحسين هو إحياء لأنفسنا طبعا، فلا بد إحنا نحرص على الحضور، وكل هذه الأمور ما راح تأثر فينا وبعزيمتنا. إحنا شباب حسيني، لازم نأخذ من الحسين معنى الإيثار والتضحية والتفاني لهذه القضية. قلبي اعترى هذا الشراب. لا قاعد يزيدون السواد بالحسينيات، او يعني يتقبلون انه يروحون الحسينيات، وهم يعني يتعرضون للتفتيش بشكل عادي يعني. وان شاء الله رساله حق الناس ان روح الحسينيات وتقبلوا التفتيش، حتى لو يعني ما كنتوا ما في شيء. طبعا انت تشوف على مر التاريخ دائما هالسوالف اللي تصير مع الناس، بالذات احنا كطائفه شيعيه عندنا عقيده دائما يزيد الثبات، لو يصير اكثر راح دائما يزيد الثبات، هذه هي النتيجه الطبيعيه، لان ما لله ينمو. تفجير امام صادق ما زادنا الا عزما لحضور مجالس سيد الشهداء، كما قال الامام الرضا عليه السلام: من جلس مجلسا يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. احنا نحبذ الشباب ان يحضرون على المجالس هذه، وتكون هاي فرصه ان ياخذوا العبره من سيد الشهداء. تفجير مسجد امام الصادق زاد الناس قوه وشجاعه لحضور مجالس ابا عبد الله، وكذلك مو بس الرجال، النساء، حتى النساء يبون يحضرون لمجالس ابا عبد الله الحسين، وما في احلى من الشهاده في سبيل الامام الحسين. تفجير مسجد امام الصادق كلش ما اثر فينا ولا راح يسوي فينا شيء، بالعكس راح كثر الحضور، لو فجروا فينا مرة مرتين عشرة راح نظل نخدم الإمام حسين.
حسين ليلي ونهاري بماتم خادم حسين. بالنسبة حق التفجير اللي صار بالعكس أثر فينا، خلانا نحضر أكثر ونلتزم، نزداد أكثر في خدمة الإمام الحسين. هذا أي عمل إرهابي ما يزيدنا إلا صمود وشجاعة في خدمة أبا عبد الله الحسين. ما أثر علينا بشيء وزادنا عزم وثبات على ما قاعد نقدمه للحسين، وإن شاء الله قدام أكثر وأكثر. 18 سنة يستقبل هذا ولاية مال حسينية، الحمد لله ولاية مال حسينية وعزيزين، هذا شباب مال الأكاديمي مال حسن زردان، كل شباب سيد علي، كل شباب الحمد لله، كل شباب زين، كل شيء زين الحمد لله. مع دمعي ودمي نعود سادة المشاهدين من بعد هذه الفقرات استكمال حلقة اليوم، وكنا نتحدث عن الحقوق والمطالبة بالحقوق مع سماحة الشيخ أحمد الأمير. مرة أخرى أرحب فيك وكذلك بسادة المشاهدين اللي انضموا معنا من بعد هذه الفقرات، وكنا نتحدث عن الحقوق والواجبات والمطالبة بالحقوق. ومرة أخرى نعزيك مصاب أبي عبد الله الحسين. شيخنا، لنتحدث عن الإسلام وكيف ضمن لنا حق المطالبة بحقوقنا، يعني بالأدلة وبالأحاديث. أحسنت. مثل ما تطرقنا في بداية الحلقة، قلنا بأن هناك حقوق شرعية وحقوق وضعية، والحقوق الشرعية مثل ما قلنا بأن هي الحقوق الآتية من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن يؤدي الحقوق للآخرين، ولذلك من ضمن الآيات اللي تدل على هذا الأمر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. إذن هذا العنوان إذا ننظر إليه نظرة خاصة قد يكون مقتصر على الأمانات، لكن إذا نظرنا إليه بالمنظور الشامل سوف نجد بأن الأمانات هي أعم من الأمانة اللي أخذتها من شخص، مثل قبيل عقالتهم تأخذ من شخص مثلا مبلغ من المال تأخذ هذه كأمانة، فالله سبحانه وتعالى يأمرك أن تؤدي هذه الأمانة. لكن بالمنظور الشامل فالأمانات تشمل جميع الحقوق للآخرين، وأن تؤدي هذه الأمانات بشكل صحيح وسليم حتى تكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى. مثلا في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، صحيح، ولا دين لمن لا عهد له. أيضا هذه إشارة بأن الإنسان لابد أن يتصف بأداء الحقوق، بأداء الأمانة بالمعنى الشامل أيضا للحقوق، وأن يلتزم بالعهد الذي يعاهد به، إذ اللي هو أيضا داخل من ضمن الحقوق التي لابد للإنسان أيضا أن يلتزم بها. بعد: أربعة إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أيضا في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفظ الأمانة، صدق الحديث، حسن خليقة وعفة في طعمة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يبين كيف أن هذه الأمور لتلخص أيضا الحقوق التي لابد للإنسان أن يلتزم بأدائها. قضية حفظ الأمانة، والأمانة بالمعنى الشامل مثل ما قلنا، صدق الحديث اللي قد يدخل فيه قضية حق الجوارح لجارحة اللسان، الإنسان لابد أن يتصف بصدق الحديث، وحسن خليقة، حينئذ يكون الإنسان بأخلاقه بتعامله مع بيته مع أهله مع أصدقائه مع أعدائه وهكذا البيئة اللي قاعد يعيش فيها اللي هو يشمل حقوق الآخرين، وعفة في طعمه اللي هو أيضا حق النفس اللي لابد أيضا أن يكون الطعام طعاما حلالا تقيا نظيفا حتى هذا الإنسان يحافظ على هذه النفس، يحافظ على هذه الروح طاهرة، اللي أيضا هو نوع من أنواع الحقوق. إذا الإنسان قام بمثل هذه الأمور في الواقع، حينئذ فإنه سوف يكون محبوبا من قبل الله سبحانه وتعالى. هنا قصة قد سمعت يمكن مرارا تكرارا، لكن لا بأس بإعادتها لأنها واقعا لا تخلو من فائدة. نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات ظفر بمجموعة من الأسرى، الآن هم على غير الدين الإسلامي، وبالتالي لابد وفقا للقانون الإلهي الله سبحانه وتعالى يمنع على النبي أن يكون لديه أسرى، فإما أن يدخل الأسرى في الإسلام أو أن يجرى عليهم الحد بأن يقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى مجموعة، الوحي يخبره بأنه تقتل هذه المجموعة ما عدا شخص واحد، فالنبي يفعل ما يؤمر به. هذا الشخص يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له لماذا، ليش قتلت ربعي وأنا ما قتلتني؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له لخصال فيك يحبها الله سبحانه وتعالى. الله. لأجل هذه الصفات والمواصفات الله سبحانه وتعالى أبعدك وأعتق رقبتك من القتل. شنو هذه الصفات؟ غيرة شديدة على أهله، إنها تعامل مع الأهل، وصدق الحديث اللي هو حق الجارحة، أداء الأمانة، والشجاعة، وغيرها من الصفات الأخرى. لأجل هذه الصفات الله سبحانه وتعالى أحب مثل هذا الإنسان. إذن الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحثون على أن نلتزم بمثل هذه الحقوق لأجل أنفسنا، صحيح، قبل أن يكون لأجل الآخرين. وبالتالي مثل هذا الشخص يدخل في الإسلام، يقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يستشهد، يختم له بالشهادة. إذن كل هذه الأشياء طبعا فضلا عن مثل ما قلنا قبل قليل بأن رسالة الحقوق اللي دليل واضح وصريح على أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قد اهتموا بالحقوق التي يجب على الإنسان أن يلتزم بها. نعم. شيخنا، كيف ممكن أن نقتبس من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله يعني المطالبة بالحقوق؟ أحسنت. طبعا أيضا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا زاخرة بالأمثلة الكثيرة جدا لقضية المطالبة بالحقوق. نعم. أبسط هذه الأمور أنه كما هو واضح بأن الإسلام يحفظ ويحقن دم الإنسان، روح الإنسان، مال الإنسان، عرض هذا الإنسان، وبالتالي يصبح الإنسان بمجرد تلفظه بهذا اللفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنتقل له مجموعة من الحقوق، ومثل ما يعبرون عنها بالحصانة، اللي تحصن هذا الإنسان، تحصن روح الإنسان، دم الإنسان، عرض الإنسان، مال الإنسان. في أيضا إحدى الحوادث التي حصلت بأن المسلمين كانوا أيضا في إثر المشركين، نعم، فأحد المشركين تلفظ بالشهادتين، من بعد هذه الشهادتين يفرض بأنه يحفظ وتحفظ روحه، لكن مما يؤسف له بأن من تتبع هذا الشخص قتل هذا الشخص المشرك الذي دخل في الإسلام بحسب الظاهر، لا أقل بحسب الظاهر. ينتقل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف النبي يتضايق ضيقة شديدة، ثم يخبر، يعاتب هذا الشخص، لماذا قتلت هذا الشخص وقد تلفظ بالشهادتين، ايش حقه تقتله وقد أسلم؟ فيقول له يا رسول الله، هو قالها بأن حتى يبتعد عني، حتى لا أقتل هذا الإنسان. إذن هو لم يقصد هذه الشهادة، وإنما فقط درءا للقتل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أشققت عن قلبه، هو الآن قال هذه اللفظة، بمجرد تلفظه بها خلاص بعد أصبح له مجموعة من الحقوق. هذا أمر. أمر آخر أيضا، عندما نأتي مثلا إلى قضية الحقوق الزوجية، عندما نأتي إلى حقوق الأبناء، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، شو بأن هناك مجموعة من الحقوق التي ذكرها بالنسبة للزوجة، اللي احنا في كثير من الأسف نسمع كثير من القصص المؤسفة تجاه الزوجات، تجاه الأبناء. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للزوجات، لمن تشتكي مثلا من زوجها بأن يقوم معها بكذا وكذا مثلا، النبي يبدي يبين للزوجة أن للزوجة حق، أن الزوجة والأبناء هم أحد الضعيفين اللي لا ينبغي للإنسان، للرجل أن يعتدي عليهما. في المقابل أيضا حقوق الزوج، عندما تأتي هذه المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا زوجي مثلا قال لي أقعد في البيت
وأنا أبي أخرج مثلا لزيارة والدي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرها بأن تبقى في منزلها، إذن هذا حق من حقوق الزوج. وهكذا أيضا حقوق الأبناء، مثل ما قلنا أن يقبل الإنسان أبناءه، أن يعطف عليهم، أن يهديهم الهدايا، أن يقوم بهكذا أمور مما تحفز هؤلاء الأبناء، تربط الأبناء بآبائهم مثلا. وهكذا أيضا الأمور الأخرى اللي فعلا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حياة زاخرة. مثلا على سبيل المثال أيضا قصة حصلت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أن الإمام كان في أحد الأيام في الحمام اللي يعبر عنه لمكان السباحة، مكان التنظيف والنظافة. فالإمام عليه الصلاة والسلام داخل، يبدو في عهده كان ولي العهد، فأكو أحد الجنود قاعدين، فنادى على الإمام الرضا أن يا هذا تعال ودلك ظهري. الإمام عليه الصلاة والسلام بكل لطف بكل تواضع قام لهذا الشخص ودلك هذا الإنسان. ثم لما أحد الأشخاص يحيي هذا الشخص وشاف الإمام قاعد يدلكه، قال ويحك أنت تدري منه هذا الشخص؟ قال ما أدري من هذا الشخص. قال هذا ولي العهد، هذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنسان أتى إلى قدمي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حتى يقبلها. الإمام قال له قوم، هذا حق من حقوقك علي، أنا مو أنا رئيسك، فلا بد أن أقوم بهذا الحق. إذن هذه النماذج تعلمنا كيف أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم أول من يطبق هذه الحقوق على أرض الواقع. نعم. في التعامل مع الأبناء، مع الزوجات، مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع الأعداء، الحياة حياة زاخرة بالأمثلة العظيمة اللي لابد لنا أن نتخذها نبراسا حتى نطبقها في حياتنا. نعم شيخنا، يعني بالحديث عن الحقوق وربط هذه الحقوق بالدولة، عدم تطبيق هذا الجانب اللي تحدث عنه من بداية الحلقة، نتحدث عن الحقوق، عن تطبيق الحقوق، عن كيفية تطبيق الحقوق، عن أثرها، ماذا يحدث إذا وقفنا إيقاف إثبات الحقوق وتطبيقها. طيب الدولة على سبيل المثال في حال عدم تطبيقها لهذه الحقوق وعدم إعطائها الحقوق لمن يستحقها، كيف ممكن أن يؤثر على أي دولة ومؤسساتها؟ أحسنت. طبعا بشكل تلقائي عدم تطبيق مثل هذه الأمور اللي يمكن أشرنا حق قضية المساواة، قضية العدل في تطبيق القوانين، اللوائح، النظم، نعم، سوف يؤدي لا محالة إلى شعور الإنسان بالظلم، شعور الإنسان بالاضطهاد، شعور الإنسان بأنه إنسان منقوص الحقوق. هذا الشعور من جهة، وشعور الطرف الآخر من جهة أخرى بأن أنا قاعد أخذ أكثر من حقي، وأن أنا أتمكن من القيام بكل ما أريد القيام به ولا أحد يردعني، حينئذ هذا يؤدي إلى طغيان الإنسان، إلى تجاوز الإنسان على اللوائح والنظم. شيء تلقائي، القوانين اللوائح والنظم عندما وضعت، وضعت لتنظيم الحياة. صحيح. وبالتالي عدم تطبيق هذه اللوائح سوف يؤدي إلى عدم الانتظام في هذه الحياة، وبالتالي شيء طبيعي. الإنسان عندما لا يشعر بال إن صح التعبير العدل في التطبيق، حينئذ شنو يدفع الإنسان للقيام بواجباته؟ إذن هذا إذا نتكلم عن المؤسسات مثلا في الجهات الحكومية وغير هذه من الأمور، بما يشتكى منه، وهذه كلمة نسمعها وايد، بأن أنا ليش أبذل مجهود مدام الشخص اللي ما يشتغل وهو اللي قاعد يأخذ الامتياز يكافأ ويكافأ، في مقابل أن أنا اللي قاعد أبذل الجهد لا أكافأ، بل بالعكس في بعض الأحيان قد يعاقب الإنسان اللي يبذل الجهد. صحيح. إذن هذا يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف الدولة، أو بالمصطلح الحديث عدم تحقيق رؤية المؤسسة، عدم تحقيق رسالة المؤسسة، عدم تحقيق أهداف المؤسسة. هذه الأمور اللي قاعد يصطلح عليها في المصطلحات الحديثة، عندما توضع هذه العناوين شيء طبيعي أنها تسعى لتحقيق أفضل الأهداف، لكن إذا لم يكن هناك مساواة، لم يكن هنالك عدل، لم يكن هناك التزام بإعطاء كل ذي حق حقه، حينئذ شيء طبيعي بأن هذه المؤسسة لن تعمل بالاتجاه السليم. شيخنا كل شكر وتقدير لك على التواصل معنا في برنامج الحسين حياة، وعلى هذا الحديث الجميل، وعلى هذه المعلومات والتي دائما نستلهمها من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليها. وهذه يعني المعلومات اللي دائما نستفيد
منكم ومن علمائنا الأفاضل حفظكم الله، وشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم بحلقات جديدة من برنامج الحسين حياة. إلى اللقاء. وحسيناً وحسيناً وحسين وحسيناً وحسيناً وحسين وحسيناً وحسيناً وحسين أخت آتيني بطفلي أراه قبل الفرار، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلوى ظمأ والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين وحسينا وحسينا وحسين وحسينا وحسينا وحسين فبكى بدموع هاميات تخجل السحب السجار، ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين وحسينا نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين وحسيناً عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في الطرام وكلا، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين.